حشرة أسد النمل. الحشرة اللي قدامك دي بتعمل سلوك عجيب وغريب، فهي تتظاهر بالموت هروبا من المفترسات، ودي بقى اللي ماشية بمبدأ الحرب خدعة. فالكلمة دي اتنقلت لينا جيل بعد جيل، وده للدلالة على أهمية استخدام الحنكة والذكاء في الحرب، وإن التفوق عددا وعتادا قد لا يكفي للانتصار. والكلام ده بالمثل كده في عالم الحيوان، فالحيوانات بتلجأ إلى الخدعة للنجاة من الموت. وقديما تشارلز داروين سجل سكون خنفساء لمدة 23 دقيقة، لكن العلماء اكتشفوا حشرة أسد النمل واللي بتقدر تتظاهر بالموت لمدة 61 دقيقة، وده في بحث تم نشره في مجلة بيولوجي ليترز. والعلماء قالوا ان المدة الزمنية اللي خدتها اليرقة دي بدون حركة ده وقت كبير ومذهل، والمدة الزمنية اللي استغرقتها اليرقة دي بدون حركة كانت مذهلة جدا، وده مش لانها بس طويلة، ولكن لانها كانت غير قابلة للتنبؤ، واللي معناها ان المفترس ما كانش متوقع امتى اليرقة هتتحرك علشان ينقض عليها ويلتهمها. والعلماء اكتشفوا الكلام ده لما كانوا بيحاولوا يفهموا آلية يرقات أسد النمل دي وهي بتبني مساكنها، فكان لازم يقيسوا وزن كل يرقة، وكانت المفاجأة بالنسبة لهم لما حطوا اليرقات دي على الميزان فلم تتحرك. وساعتها العلماء اتسألوا هي ليه ما بتحاولش تهرب، وبدأوا في تسجيل الملاحظات دي ووصلوا للدراسة دي. والعلماء في الموضوع ده قالوا كده، ان تخيل ان في طائر صغير بيبحث عن الطعام بتاعه في عش ليرقات أسد النمل، وراحت اليرقات دي تظاهرت بالموت، فالطائر وقتها يبحث عن الطعام بتاعه في مكان تاني، لان الطائر مش هيفضل متحمل الجوع وقت طويل، وخصوصا ان وقت ثبات اليرقات دي دون حركة لا يمكن توقعه، وده لانها مش هتفرط في حياتها. فشوف بقى الاستراتيجية اللي بتستخدمها الكائنات الحية في الدفاع عن نفسها. لو اول مرة تسمع عن حشرة أسد النمل يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.